أهلا بكم، نحن على الهواء مباشرة. انتظروا أن الناس تلتحق بنا في الثواني. معنا اليوم مرشحة ثالثة في مدينة أبركان. إخوان مرحبا بكم، مرحبا بالمداخلات ديالكم، أسئلة ديالكم أو صويبات أو أي شيء بغيتوه. في انتظار أن الإخوان يلتحقوا. أستاذة فاطمة الزهراء، كيف تسمعيني؟ أستاذة فاطمة الزهراء ما كنسمعكش، الصورة ما واضحش. أستاذة فاطمة الزهراء، هل تسمعينني؟ نعم، أسمع أسمع. حسن جدا، كانت الصورة ما واضحاش. دونك في انتظار أنهم يدخلون. دقيقة. داكور، دونك في انتظار أنهم يدخلون احنا غادي نبداو، لأن اللي ما التحقش بنا حاليا يقدر يتبع في التسجيل. أستاذة فاطمة الزهراء، أول أو بادئ ذي بدء كما يعجبهم الناس المحاضرين يقولوا، إيش تكون هي فاطمة الزهراء باقتضاب؟ وهل هي إنسانة سياسية منذ البداية أم إنسانة التحقت مؤخرا بالسياسة؟ لك الكلمة أستاذة فاطمة الزهراء، ولك كامل الشاشة. عذرا. مرحبا. أها تفضلي. مرحبا، مساء الخير جميعا. شكرا أستاذ عبد الله على الفرصة وعلى الدردشة وعلى أنه انفتحوا هذا المجال للنقاش. فاطمة الزهراء جبوري، أنا طالبة باحثة بسلك الدكتوراه في القانون العام، إطار بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، مديرة دار الشباب. أيضا أنا فاعلة مدنية وحقوقية، باحثة في النوع الاجتماعي، مقررة هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص بجامعة صوت الأستاذة فاطمة الزهراء، هذا الكاميرا توقف. أيضا أنا كما قلت باحثة في النوع الاجتماعي. مسموع؟ أي تفضلي، الكاميرا مشات، زيد صوت تفضلي، مسموع؟ دابا مزيان. بون، بالنسبة للمسار السياسي ديالي، هو في حقه واحد المسار اللي كمجموعة من الشباب المغربي، أنا طبعا بدأ وتبلور مع الحركة الحقوقية، لأن ما يمكنش نتكلم عليه أنا كمسار سياسي، ولكن كيفاش أنا من داخل الحركة الطلابية كتربي أيضا فينا واحد مجموعة ديال القواعد. بعدها واحد الاحتكاك مع الشارع عبر الحراك اللي كان في 2011، هذاك في الحقيقة اللي ساهم بشكل كبير في ترسيخ هذا المسار. طبعا بالنسبة المشاركة الصوت راه كيتقطع بزاف. السياسية،
تقليش مشكل استاذه كتسمعيني استاذه فاطمه الزهراء؟ قبل ان نترشح. كتسمعيني كتسمع استاذه فاطمه الزهراء؟ كتسمعيني السياسي، مزيان؟ تعاطفت مع واحد استاذه فاطمه الزهراء مجموعة ديال الأحزاب، ولكن باش نتميت لشي حزب بالنسبة في الإنترنت. كل واحد الصوت نتاعك كيتقطع شي شويه، تفضلي استمري استمري. الو استاذه فاطمه الزهراء، كتستمعي لي انا؟ استاذه فاطمه الزهراء الصوت نتاعك راه الشاشه متوقفه، كتستمعي؟ كان عندنا شي مشكل تقني مع استاذه فاطمه الزهراء. كتسمعيني يا استاذه فاطمه الزهراء؟ نعم كنسمع، حتى في الوقت تفضلي اللي كنت كتقولي واش كتسمعيني انا كنت كنسمع. تفضلي جاوبيني باش نتأكد، حيت كتمشي كنسمع للكاميرا. نعم كنسمع. تفضلي أستاذة تمري. قلت بالنسبة لفكرة المشاركة في العملية الانتخابية، طبعا كانت عندي في الحقيقة من 2015 بدأت كتصب الوراء عندي هذه الفكرة، ولكن نظرا للالتزامات خاصة أنا ذاك اللي كانت متعلقة بالدراسة فتأجلت. حاولت أنه هذا العام أنا غادي نحاول ما أمكن أنه احتراما لواحد المجموعة ديال الأصدقاء والصديقات ديالي، خاص الأمور بعض الأمور أنه واخا كيسولوني عليها الاصدقاء والصديقات ديالي في لي كومونتير وراهم عارفينها، خاصه لما سولوني على الترشيح ديالي مع الاتحاد الاشتراكي اللي من هذا المنبر. تحيه كبيره للاصدقاء والصديقات ورجالة الاتحاد الاشتراكي، لا سواء ببركان او بالمغرب، اللي كنقول لهم فقط كل التقدير والاحترام والموده، ولكن للاسف ما تيسرتش الامور تنظيميا، وكنت أنا انسحبت بشكل سلس ومرن، وحافظت فيه على جميع علاقاتي الاجتماعية والشخصية وكل ما يربطني بزملائي هناك. يمكن طبعا تعرف هذا باش نبقى الحوار بيناتنا، عندك تاريخ في هذا العمل السياسي، وانت ما نقدروش نعتبروك ضمن الطائفه ديال الشباب الغير متحزب ولا غير المسيس اللي اقتحم مؤخرا المجال السياسي ولا مجال الانتخاب. لا أبدا، أنا بحال قلت في البداية، ما عرفتش كان الصوت واضح أو لا، العمل السياسي ديالي بدأ منذ ما نقولوش زمن بعيد لأنه عقد من الزمان. تعلمت شوية من الحركة الحقوقية، شوية من الحركة الطلابية، شوية من الحركة الاجتماعية اللي كانت في 2011 هي حركة الشيف براير، تعلمت شوية من الجمعيات المجتمع المدني، تعلمت شوية من الأحزاب السياسية، أيضا تبلور وهذا الشيء في المسار الدراسي ديالي. طبعا خير دليل أنه أنا كتبت الرسالة ديالي في مقاربة النوع في السياسة العمومية، معنى أنه دائما كنت مولعة ومهتمة بالشأن السياسي. فقط ممكن نقول أنه قبل ما تحت ليش الفرصة، ممكن جدا، لأنه أو أنا ما اقتحمتش المجال بحال قلت في 2015 في الانتخابات، أنا فقط لأنه كانت عندي التزامات دراسية، وأنا أيضا ما الظروف ما كانتش مواتية. كنقول لو أنه رجع بيا الزمن للوراء كنت أنا ذاك نقتحم المجال السياسي، والآن لما لا كنت غادي نترشح عوض الجماعة للبرلمان، لأنه جميلة. أحيانا كنقولوا علاش ضيعنا بعض الفرص. لهذا أنا صحيح أنها المرة الأولى اللي غادي نترشح، ولكن ليست المرة الأولى اللي غادي نقتحم فيها المجال السياسي أو أنه تكون عندي فيها مشاركة سياسية. بالنسبة لفاطمة الزهراء البوري، واش الأحزاب هي فعلا توجهات اللي شوية حاسمة، ولا قدر أننا كنشوفوا شخصيات وازنة كتغير الأحزاب بسهولة؟ وشنو الرأي ديالك في هذا التغيير؟ واش هو مسألة عادية طبيعية يعني الإنسان ما لقاش نفسه في حزب معين، ولا لا الإنسان خصو يمشي عفوا مع النهج ديالو؟ عفوا عفوا، انا ما سمعتكش، ما سمعتش وقع غير السؤال. السؤال
لكل المشاهدين، قلت أن بالنسبة لفاطمة الزهراء جبوري، واش الانتماء لحزب معين يعني عنده واحد النوع ديال ماشي قداسة، واحد النوع ديال الصرامة، ولا ماشي مشكل تكون في الاتحاد الاشتراكي من بعد دخلي الحزب الاستقلال؟ يعني الأحزاب مجرد وسيلة من أجل تحقيق الهدف الصالح العام. شنو الرأي ديال فاطمة الزهراء في هذا المجال؟ لأن كنشوفوا مؤخرا شخصيات وازنة وكبيرة في العمل السياسي المغربي كتغير بسهولة الأحزاب ديالها. شنو رأي ديالك في الترحال الحزبي؟ سؤال واضح؟ صوت الرابعة الثاني صوت أستاذة فاطمة الزهراء الصوت. أي الصوت شي شوية كيتقطع. تفضلي تكلمي، يمكن غادي زين. أستاذة فاطمة الزهراء يمكن عندها شي مشكل تقني. أنا كتسمعي؟ كنسمع بشكل جيد، كنسمع. تفضلي، دابا الصوت ديالك راه مزيان. عندنا واحد الترحيب من السي عبد الكريم البدراوي، قال لك تحياتي سي عبد الله، تحياتي لك سي عبد الكريم. سادة أنا تفضلي أسمعك تكملي. بشكل جيد. اي الصوت نتاعك كان يتقطع، ولكن تفضلي نعم، بدا. قلت أنا ما كنتش كنظن الاتحاد الاشتراكي، وانما كانت هناك فكره انه نترشح مع الاتحاد الاشتراكي. بعد ما تعرضت عليا طبعا الفكره من واحد الاساتذه اللي كنحترمهم وكنقدرهم وكنعتبرهم انهم يعني بالنسبه لنا في مدينه بركان او في الشان السياسي هما مرجع، وكنقدروهم وكنكل لهم جميع الاحترام والتقدير، وكنتمنى اللي ترشحوا منهم كامل التوفيق. نجاوب على السؤال بشكل واضح وصريح. المشاركة السياسية عبر آلية الانتخابات اللي كتكون من خلال الأحزاب السياسية طبعا، ما يمكن لهاش تكون إلا عن قناعة. ولكن واش هاد التغيير اللي كيكون جذري أحيانا من حزب لحزب، خاصة الناس اللي دوزوا واحد العقد من الزمن أو 20 سنة في واحد الحزب ومرة واحدة كيمشيو، حنا كنعرفوا الإكراهات التنظيمية اللي كتكون في الأحزاب، الإكراهات التنظيمية اللي كتكون في الترتيب ديال اللوائح، الإكراهات التنظيمية ديال أنه ما كيوقعوا بعض اللبس أو بعض المشاكل. طبعا اللي كيدير السياسة مزيان كيعرف بأنه الهدف من السياسة هو تدبير الشأن العام، وأنه ندير التدبير ديال الشأن العام. كي غادي ندير أنا التدبير ديال الشأن العام إلا ما شاركتش في الانتخابات؟ طبعا اللي ما يمكنش انها تدار، كاينه واحد الاليه اللي هي اللوائح المستقله، ولكن ما يمكنش انها تدار الا من خلال داخل احزاب سياسيه. او طبعا بحال قلت كاين طبعا الامكانيه ديال اللائحه المستقله، واللي ماشي دائما كنقدروا نوفر الشروط ديالها. معنى انه ما يقدرش انا نلوم حتى شي واحد او انه نعطي وجهه نظر خاصة على الترحال السياسي. الترحال السياسي تعاني منه جميع الأحزاب، تعاني منه جميع الأطياف نساء ورجالا شيبا وشبابا. غالبا كتكون يا إما مشاكل تنظيمية، يا إما كاين اللي كيكون في واحد الحزب. أنا لقيت مثلا واحد مجموعة ديال الأصدقاء كانوا في واحد الحزب إكس، وملي تلاقيت بهم تبدلت حتى الفكر ولا الايديولوجيا ديالهم، واحد الشرخ وتبدلت كاع، ما يمكنش انها تتماشى مع ذاك الحزب اللي كانوا فيه مثلا. معنى انه هنايا هذه في الغالب كتكون اعتبارات شخصيه للفرد اللي ما يمكنش تدخلوا فيها، واحيانا كتكون اعتبارات عندها علاقه فقط بالعمليه الانتخابيه. انتقلوا من هذا طبعا الناحية الأخرى إلى بغيتي، تفضل. لأن هذا السؤال يحلنا مباشرة لسؤال أهم، اللي هو في النظر ديالك دائما واش الحزب هو أولى ولا الشخص؟ بمعنى أنك غادي نصوت على فاطمة الزهراء جبوري، واش غادي نصوت على حزب الاستقلال الإيديولوجية ديالو من الزاد ديالو، ولا على المواصفات اللي كاينة في فاطمة الزهراء جبوري؟ هذا سؤال محرج. بحق لي واحد المجموعة ديال النقط. مبدئيا الناس التي تعتد اللوائح هم بالضروره خصهم يكونوا ذكيين. علاش خصهم يكونوا ذكيين؟ لانهم ملي كنديروا لائحه سياسيه طبعا كيكونوا فيها المناضلين والمناضلات ديال اي حزب،
وخص يكونوا فيها بعض الوجوه اللي ممكن انه الناس من تشوف هذيك اللائحه تقول انا انا غادي نصوت على فلان، لانه دائما كانت كتوقع لنا كنقولوا انا غادي نصوت على فلان، اذا ما يمكنناش بشكل نهائي او باي شكل من ما يمكنش بالمناسبه شخصنا، يعني نشخصنوا لائحه او ما الى ذلك او ترشيح او كذا، ولكن مهم جدا اختيار الناس اللي كيمثلوا اي حزب في اللائحه ديالو او حتى في الترشيح الفردي. ولكن ما يمكنناش عاوتاني حنايا كمصوتين نختاروا غير الاشخاص، لانه ايضا كنصوتوا على حزب، ملي كنصوتوا على حزب فاحنا كنصوتوا على برنامج، يا اما برنامج وطني يا اما برنامج ديال الحزب محليا. ما يمكنش مثلا فقط لانه انا يا صاحبتي مرشحه مع الحزب اكس غادي نصوت على الحزب اكس، او خالي او عمي او كذا، انما كيخصنا نكونوا لا ضرر ولا ضرار. فبالتالي عليها بديت في الاول قلت بانه الفاعل السياسي هو بالضروره يجب بالضروره ان يكون ذكيا، لان وضع اللوائح يؤثر بشكل او باخر على المصوتين. ما يمكنش مثلا نجيبو وحتى سو سيكسيون ديال السؤال، نفس السؤال ولكن سو سيكسيون ديالو، واش تعتقدي كما بعض الناس ان هذا الفعل، هذا الحجم ديال الحزب كيكون مهم في البرلمان في التشريعيات، في حين في المحلي كيكون الشخص هو لانه يكون اقرب للمواطنين، والشخص غادي ياخذ حصة الاسد في الاهتمام ديال الناخب. بمعنى واخا انت عندك حزب، مثلا انا لا اهتم بحزبك ولكن اهتم بفاطمه الزهراء، لان انا غادي غدا كنتصل بها هي شخصيا اللي غادي تقضي لي الغرض ولا غادي تدافع على المصالح ديالي. اما البرلماني غادي يكون ذاك الايديولوجيه باش غادي يشرع قوانين معينه، مثلا المحافظين غادي يكونوا نعرف التوجه ديالهم، الليبراليين اليساريين. واش كتوافق انت هذا النظره؟ ونشكر السي عبد الكريم البدراوي والسي الطاهري والسي الناظوري فريد انهم يعطونا اسئله، غادي ان شاء الله كلهم غادي نقراوها ورانا نعرضها تباعا. تفضلي يا استاذه الكريمه. لأنه كنت كنقرا واحد السؤال، هو الأمر الأسئلة غادي نجاوبوا عليها تباعا أستاذة فاطمة زهرة، جاوبي لنا غير السؤال اللي طرحته عليك ونعاودوا نقراو كل شيء. كان إشكال في الصوت، كان إشكال في الصوت، كان واحد المشكل في الصوت. يمكن تفضلي تتكلمي، يمكن دابا يتحسن. أستاذة فاطمة الزهراء للأسف يمكن عندها شي مشكل تقني، أتمنى أنها تداركنا وتتكلم في أقرب وقت. الإخوان الكرام، شكرا للأسئلة اللي فعلا مهمة للغاية. احنا حاولنا ما أمكن نتجنب المسائل الداخلية للحزب، حيث هي الضيفة ديالنا ماشي وكيلة اللائحة، ماشي ليس لها دور في الاقتراحات، وبالتالي من العبث أننا نسقطها على إشكالات أو المطبخ الداخلي. ولكن يبان لي الأسئلة، الصوت ضعيف حتى ديالي السي طاهري، والصوت ديالي ضعيف. الله يجازيكم بخير، ردوا عليا. أعتقد أن الوحيدين الذين يسيطرون على الحزب هم ينتمون الحزب أطر. الإخوان، واش الصوت ديالي ضعيف بعدا؟ بغيتنا نسمع إذا كان الصوت ديالي ضعيف، راه ما كاين والو. ندير هنايا ونسمع. على بالي الصوت ديالي مزيان، دونك غادي إن شاء الله ننتظر وتلتحق بنا الأستاذة الكريمة، الأستاذة فاطمة الزهراء جبوري، مرشحة ديال الجزء الثاني يعني ديال المرأة في حزب الاستقلال. وكما قلت لكم هي عندها مشكل تقني حاليا، غادي ننتظر انها ترجع في اقرب وقت. الاسئله ديالكم من الاحسن يعني تكون بحال هذه، بحال هذه الاسئله اللي كتشوفوا، يعني ماذا يقع داخل حزب الاستقلال. غادي هي تاخذ بالنظره ديالها، لانها ليست مسؤوله عن لا عن الترشيحات ولا عن اي شيء. نشوفوا الأسئلة ديالكم ناخذوها في انتظار أن الأستاذة تجي. عندنا السي الطاهري محمد، قالنا ما موقفها من شعار الحزب المناصفة
يقصد الانصاف الان، يعني يمكن لا غادي تلتحق بنا دابا. خط تسليم. عودة ميمونة أستاذة فاطمة الزهراء، يمكن عندك شي إشكال في الريزو ياك؟ ألو كتسمعينا؟ نعم كسمع. تفضلي. دونك واش تجاوبي على ذاك السؤال ولا نلتحقوا ولا نقراوا الأسئلة ديال الإخوان؟ لا طبعا طبعا، هذاك السؤال مهم جدا. أقصد بأنه الانتخابات الجامعية خاصة تفرق بين البرلمان والمحلي. مازال كاين مشكلة في الصوت، مازال. لو كان مثلا تقربي لشي مكان يكون فيه التغطية كبيرة. مزيان عندي الانترنت بشكل جيد، اظن انه دابا مشكل مزيان، في الابليكاسيون. دابا مزيان، دابا مزيان. سبع كيجي الصوت قلت كيجي، معليش دابا ما حد كاين الصوت، تفضلي نستغلوا الفرصة. داكوغ سبع قلت بانه ملي كنتحدثوا على الانتخابات الجامعيه، فبشكل اوتوماتيكي راه كنتحدثوا على الشخص. الناس كتشوف هذاك الشخص، واش ملي بحال قلت ملي كيهز التليفون ويعيط له واش غادي يجاوبه، لانه كيدير خدمات القرب. ملي كنتكلموا مثلا على الجماعه او بين قوسين البلديه، راه كنتحدثوا على خدمات القرب. هذوك خدمات القرب اللي ممكن انه المواطن يحتاج بشكل يومي، الداعي السياسي اللي بغى يكون عضو في الجامعه، واللي كاين بعض المهام او جل المهام فيها مجانيه ما فيهاش مقابل، خاص يكون عندك الرغبه والامكانيه ديال انه مش متاح، وانما ممكن نكون على تواصل دائم ومستمر مع المواطنين والمواطنات. الذي ألفنا انه ملي كنقولوا النقابات الجامعيه كنقولوا شكون؟ فلان ما كاين. فلان، فاحنا ملي كنا ابناء مدينه واحده بعض العربيين هذا كان إشكال حقيقي في عليكم. الصوت، كان إشكال حقيقي، هذا مزعج ولكن خصنا نشوفه سهل. كان إشكال حقيقي في الصوت كيتقطع بشكل كبير. تفضلي إلا ممكن، مازال عاد، مازال الأول ما كنسمعوش نهائيا. إلا ممكن مثلا تقربي بالشبكة ولا الريزو فين كاين، حيت ما كنسمعوش. حتى الإخوان كتسمعوا الصوت؟ شوفوا الإخوان اللي داروا لي كومنتير. طب السي الطاهري قال لك صوت الأستاذة متقطع من جديد، دونك يعني كلشي الإخوان كيسمعوا صوت متقطع للأسف. داكوغ، انا اظن انه مشكل في الابليكاسيون، لانه الشبكه عندي جيده، انا راه ب4G ماشي حتى بالواي فاي، تفاديا للمشاكل ديال الواي فاي. اتمنى تكونوا كتسمعوني. حاليا انا نسمعك كما ينبغي، ولكن واحد شويه كيتقطع هذا هذا هو المشكل، واحد الشويه كيبدا يتقطع، ملي عندك كندخلوا بزاف للنقاش كيبدا يتقطع، اي كندخلوا في صدر الموضوع كيبدا يتقطع، كيتقطع. كنهضروا في امور غير مهمه كيزيد. تفضلي ماشي مشكل، قلت خلوها بأنه الدور ديال الفاعل السياسي اللي كيترشح في الجامعة هو، لأنه كنعرفوا بأن الجامعة كدير خدمات القرب، لهذا المواطنين والمواطنات ملي كيقولوا مثلا جامعة يعني بين قوسين البلدية، راه كيشوفوا كيقول لك واش هذا غادي يبقى يهز التليفون يجاوبني ولا ما يجاوبنيش. ايه. لهذا الاختيار ديال المواطن والمواطنات. انا اثناء الحمله الانتخابيه كنحتك بواحد الشريحه مهمه من الناس، وكنشوف كنشوف لي رياكسيون ديالهم ملي كنتواصلوا معاهم، وهذا اول حاجه كيناقشوها هي التواصل. كيقول لك ايوا ملي كيفوت البلديه ولا ملي كيفوت كذا ولا كذا، ما كيبقاش كاع يجي من جهتنا ولا يتواصل معنا ولا هذا. اذا التواصل مع المواطنين والمواطنات مشكل حقيقي. مشيت لنا السؤال ديال المحاسبة اللي كنت بغيت نخليه مؤخرا، دوك مزيان. الشكل اللي كتقترحيه انت ديال المحاسبة اللي انت سميتيه تواصل، واش تقدري تقارني بين التواصل اللي كان عند المجالس السابقة، ماشي غير المجلس فقط للآخر، والتواصل اللي خصو يكون، اللي خصو انتم تقترحوه كبديل، الشكل ديال التواصل يكون واقعي ولكن يكون فعال.
لما تحدثت عن المحاسبة أظن أنك تقصد التي لها علاقة بالمواطنين والمواطنات في علاقتهم بالفاعل السياسي. بالضبط. المواطن طبعا لا يمكننا أن نكون إلا أن نكون صرحاء مع بعضياتنا. المواطن إذا صوت عليه وفات 5 سنين وما كان أدنى تواصل، ملي ترجع عنده ولو انك تعطيه الوعد ديال الدنيا والدين ما كينساش بانه واحد الوقت جيت عنده وقلت له او كذا، ولكن ما كانش هذاك التواصل وما وفيتش بالوعد ديالك. لهذا كتبان لي المحاسبه الحقيقيه اللي كيديروها المواطنين والمواطنات هي انهم كيعاقبوا هذاك الشخص او هذاك الحزب بعدم التصويت عليه. واحيانا كنشوفوا فيديوهات ديال المهاجمه ديال ذاك الشخص، كنشوفوا فاعلين سياسيين كيمشيوا للجامعات كيطردوهم كيضربوهم، أعتقد أقصد بأن أنهم هذا يقدروا يديروا لهم محاسبة شي حاجة كما قلت لك حنا بدون لغة خشب، واش تعتقدي بأن بدون لغة. أنا قلت بأنك تهضري بلغة خشب، ولكن حنا شوية جريئين أكثر من اللياقة التي يجب أن تكون. واش تعتقدي أنها محاسبة شافية وكافية؟ أنا ملي نعطي لشي إنسان اللي يكون غير مفيد للمجتمع نعطي له 5 سنين، هذا راه ماشي محاسبة، هذا راه مكافأة. أولا خصنا شي حاجة اونتخ طون ما بين هاد ال5 سنين، خص قولي كل عمود بالمعنى ديال الدارجة ديالنا، خصو يحس اونتخ بلا طون ما أنا كيبقاش مضغوط المواطن من المجتمع. اونتخ طون، المواطن ما كيبقاش عنده رجع الصوت عاوتاني. حول الله. هذيك اللي الصوت رجع أستاذة كريمة، زمان ما كرهناش، لو كان تقربي مشي سميتو سرجم ولا شي حاجة تصدمية إلا كانت إمكانية. طبعا تفضلي كاين الامكانيه، ولكن ما عندي الكات جي بشكل جيد جدا. عارف، ولكن للأسف وقع تأخر. هاد تفضلي. لابليكاسيون للاسف ديما عندي معاها مشكل في اللايف، ديما معاها مشكل. حيت كنا بيجا مع الناس اخرين، مع السي حسن ورداني عن حزب البصمة والاستاذة وفاء، كانت الامور ما عندي مزيانة. معاها مشكل. ما عليك داكو ماشي مشكل، على اي الاسئلة هذيك راهم الاستاذ ينتظرونا، اللي خصنا سميتها نكملوا باش نشوفوا الاسئلة ديال الاخوان الكرام. تفضلي. سمعوني بشكل جيد. مزيان مزيان، تفضلي. عبد الله اللي سميتها المواطن ما كيبقاش عنده دور. شنو يدير المواطن؟ راه هذاك المنتخب، راه بداك المجلس بقوة القانون، بقوة أنه جاب الأصوات، وراه الآن وراه منتخب. يعني ما يقدش شي واحد هي في ديك الفترة. طبعا كاين آليات قانونية أخرى، ولكن نحن نتحدث الآن عن المحاسبة التي لها علاقة مباشرة بين المواطن أو المصوت، نقدر نسميه أصحاب الأصوات، وبين الفاعل السياسي أو المترشح. هنايا المحاسبة الوحيدة كتكون في صناديق الاقتراع في الولايات الأخرى. حسن، ولكن واش ما يمكنناش نختاروا ونجتهدوا في إطار ماشي القانون، ولكن في إطار العرف الأخلاقي، أخلاقي من ناحية سياسية مش الأخلاق من الناحية الاجتماعية، العرف الأخلاقي أن الإنسان اللي يكون غير متواصل على الأقل يحس بضغوط في المجتمع، لأن الناس كلها عارفاه بالله هذا الإنسان راه يا يحضر يا ما يحضرش يا ما يتواصلش. وانا هذا هو اللي باين منكم انتم كشباب وكجيل جديد، اقتراحات كاين بهذا وكاين الموضوع. هذاك كاين وهذاك النفور اللي داروه المواطنين والمواطنات على واحد مجموعة ديال الفاعلين السياسيين كانوا في الولايات السابقة مثلا أو غيرها، ما كاينينش الآن في اللوائح بشكل نهائي. حتى مثلا ولو يكون كان برلماني كاع، ولو يكون كان في رئيس جماعة مثلا. مصر انه يكون بعد الانتخابات، هذا هو في العرف الديمقراطي في العالم كله. هنايا لا لاننا لأن في المحليات بغينا اشياء لمحفزه للتصويت، بغينا هذه الاجتهادات. انايا الى انا شخصيا، انا انسان مثلا فاسد ولا انسان اللي مهمل وباغي انا هذه ال5 سنين الله يجعل شي براك، انت يا ما غادي تقدريش تعاقبيني الى انا المره الجايه ما باغيش نترشح، ما يعني نقدروش غادي لأنه ما نقدروش لأنه موجود هناك بقوة القانون وبقوة الصناديق. راه عنده راه يمثل
واحد بعد اولا كيمثل لنا الديمقراطيه، لانه الديمقراطيه واحد المجموعه ديال الاشكال، ويمثل الديمقراطيه التمثيليه. طبعا كاين واحد مجموعه ديال الاشكال ديال الديمقراطيه، كاين الديمقراطيه المباشره اللي كتكون في واحد البلدان قليله، كاين الديمقراطيه التمثيليه هي اللي كنديروها الان عبر اليه الأمور الانتخابات، القانونية كاين أنت واحد الاليه محقة، جديده. أمور قانونية ما نناقشوش فيها، أنت محقة وهذه مسألة معروفة. أنا نهضر لك في الأمور يعني السياسية كفعل سياسي. واش ممكن كيف تكون شوف شوف دولة سي عبد الله، ولا حكومة كفعل دولة سياسي، بديل؟ كفعل سياسي كاين زوج ديال المسائل، يا اما من داخل الاحزاب الحزب السياسي الذي يمثله انه ما تعطلوش التزكية مرة اخرى، او ما تعطلوش المراتب اللي كان فيها قبل. واذا كان فالمواطنين راهم كيعرفوا مزيان يختاروا، داكور. السي طاهر اقترح والصناديق لنا هي التي تحكم. اي السي طاهر طاهر محمد في نفس الموضوع اقترح علينا، يمكن هو يهدر في التشريعيات في اطار المحاسبه. واش شي ممكن ادراج بند قانوني مثلا اذا تقدم عدد من المواطنين بسحب الثقه من المرشح يطبق عليه المسطره، وقال عاوتاني ان القانون ممكن تغييره، راه ماشي قران منزل. هو كي يهضر زعما كما كان في القانون ان المجموعه ديال البرلمانيين يمكن يديروا حجب الثقه على الحكومه، يقول بان مش ما يمكنش انتم كحزب، ماشي في المحليات، نظرا التشريعيات يعني تعرضوا قوانين مشاريع قوانين، ان المجتمع كذلك من حقه يسحب الثقه بواحد المجموعه ديال الناس اللي ما كتواصلش معاه. هذه افكار مثلا اللي شويه صعيبه على ما اعتقد، ولكن شويه ايوا ان شاء الله الرحمن الرحيم السي الطايري والسي عبد الله، الولايه الجايه صوتوا عليا كبرلمانيه، واول اول شيء أول غادي مبادرة تكون هدية. اول معركه هي هذه، أيوة. اول بالنسبة معركه هي هذه. الإخوان السابقين مثلا كيقترحوا، يقول لك أنا كمستشار نقدر على الأقل نهضر باسميتي، أنا عندي الضمانات ديالي الفلانية مثلا، عندي أنا مواقع، ومن حقكم أنكم تقولوها هو الإنسان هذا راه خان العهد اللي عطانا وما راهش يتواصل معنا، على الأقل تكون واحد الضجة إعلامية اللي أنا نتحرج فيها من بعد، والأصدقاء ديالي المستشارين يتحرجوا. راه ما يمكنش انا ننتظر 5 سنين، انا شخصيا جاتني الضيقه ما قديتش. واش الانسان المصالح ديالي كتضيع ونقول له انتظر 5 سنين؟ الله يرضي عليك، زعما السي فادي عبد علينا الله فادي لهذه علينا الدرجة، خير وخا غير زعما السي ها عبد الله لهذه الدرجة الفاعلين السياسيين ديالنا ما كيدير والو، لا لا نهضروا نزكي على انا ظن ما لا بيش حدا. انا ما بيش ماشي كلهم، ولكن حنايا كاينين فعلا ما حنا كيديروا عندنا والو. واحد مجموعة ديال الشباب، أنا من هذا المنبر أحيي واحد مجموعة من الشباب أصدقائي صديقاتي عبر الأثير مباشرة، اللي موجودين الآن في واحد اللوائح ديال الأحزاب مختلفة. انا نتمنى لهم كامل التوفيق، واخا كاع ما نفوتش انا، ولا إن شاء الله في التوفيق. لانه ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى، وحنا دائما نطمح لما هو خير. السؤال اللي فعلا قلت هذوك مهم المجموعه ديال الشباب اللي هو موجودين الان في واحد اللوائح على الصعيد الوطني بالمناسبه، وهذا امتياز، موجود الان سواء شابات او شباب، يعني اناثا وذكورا. ظاهرة جديدة فعلا. هاد التمثيليه اللي كاينه الان ديال الشباب اللي فاعلين سياسيين حقيقيين، اللي ولاد الدومين اللي كينزلوا الأرض الواقع، اللي مثقفين، اللي عندهم شواهد عليا، اللي أبناء عائلات محترمة بحال كنقولوا حنايا ولاد الدار الكبيرة، يعني اللي ما كيفكروش غير راسهم، إنما كيفكروا الآخرين. هاد النماذج اللي فعلا تعطت لهم الفرصة الحقيقية، وإذا كانت عندهم تمثيلية ديالهم هما كشباب، أنا أعتقد بأنه ستكون. أنا نعطي واحد النموذج بين قوسين، واحد الصديق راه معروف ديالنا كان بين في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين في واحد الجماعة في آسفي يحترمه حتى خصومه السياسيين مثلا، لأن هو شاب ورئيس جماعة ويشتغل بجد وكد، من هذا المنبر أحييه، وأيضا مرشح لهذه الولاية. هذوك هما نموذج، ما بغيتش نذكره بالاسم إنما يعرفوه في السياق، هذوك إذا هما تقصد نموذج. التعويل على النزاهة ولا الأخلاق ديال الشخص، ماشي التعويل على البرنامج الحزبي ولا حتى على طبعا طبعا البرنامج هذا امر الشخصي. استعبد الله، لا لا لا
لا سي عبد الله، الان لانه لما تكلمت انت قبيله، ملي تكلمت الاعلام اللي قلت لي المستشارين وكذا، ملي كنتكلموا على البرنامج ديال الحزب شيء مهم جدا، ملي كنتكلموا على الترويج الترويج انه نعم باش نعول على برنامج حزب الاستقلال، ولا الاخلاق ديال فاطمه جبوري، طبعا طبعا. شوف ولا لي دو شوف هادو البرنامج ديال فاطمه جبوري اللي هو لا نقدر نقول نعم. هادو بجوج بيهم، هادو بجوج بيهم كيتمشاو بشكل متوازي، ولكن راه الحزب ماشي هو انا ولا انت ولا فلان ولا فرتلان ولا اللي كان اليوم ولا اللي كان البارح، اللي راه اليوم ولا اللي كان البارح ولا اللي غادي يكون غدا. الحزب مؤسسة تستمر بتغيير الاشخاص او باستمراريتهم، بحال كاين استمرارية مؤسسة الحزب بيا ولا بلاخر ولا بلاخر ولا بلاخر، تستمر المؤسسة ما كتوقفش الى مثلا جات لها فاطمة الزهراء او خرجت منها فاطمة الزهراء. فبالتالي لما نتحدث عن حزب سياسي طبعا بالضرورة نحن نتحدث عن برنامج، ما يمكنش انه الناس غادي تصوت على وجهي، شكون انا شكون كون؟ طبعا هي الناس كاين بعض الناس اللي بركة لها. كيعرفوني. الله يكرمك السؤال ديال لالي. الزميل طبعا في نفس الموضوع، قال لنا السي عبد الحق حسيني عزاوي وسي زناسني من الناظور، قال لنا أنا أعتقد أن الوحيدين الذين يصوتون على الحزب هم المنتمون للحزب وأطره ومنخرطين، ويصعب إقناع الناخبين بأن يصوتوا لغير الأشخاص. أعطانا جوج نقط هنا، أولا صوت كيكون للحزب مثلا في الاستقلال، نعرفوا ان واحد الظاهره كانت ديال العهد ان ناس كبار في السن كيعطيو العهد لحزب الاستقلال، ولكن كاين او دابا كاين يعطيو العهد للاشخاص، كاين اللي انت يا ملي راك في حزب الاستقلال نصوت عليك تمشي للحزب الفلاني عاود نصوت على ذاك الحزب الفلاني، لان عندي الولاء ولا عندي التحويل على الاشخاص. ودابا قال لك واش الناس العاديين تعتقد انهم يصوتوا على الاحزاب، هذا هو الشق الثاني ديال كيفاش يمكن اقناع الناخبين بان يصوتوا لغير الاشخاص، يعني بيصوتوا للحزب. واش حنايا في هذا المستوى زعما حنايا غادي نقول راه كاين اللي ما يعرفش كاع شكون الحزب ديالك، يقول كيفاش كانت تما السنبوله، كانت تما الميزان، كاين كذا. انا نعرف فلانه، انا نعرف فاطمه الزهراء جبوري، يعني الثقافه اللي فعلا رحنا فيها. فعلا كاين هاد الزوج ديال النقط اللي حتى هي مهمه جدا. انا عندك واحد النموذج اليوم، جينا فايتين كنا دايرين الحمله بشكل عادي جايزين، واحد السيده ما تكلمت معاها ما حتى شي حاجه، قلت لها السلام، قالت لي شوفي بحال هكا، قالت لي شوفي، قلت لي والله ما كنت ماشي عندها، قلت لي بلا ما تجي عندي، قلت لي انه انا غادي نصوت للاستقلال بحالي بحال با. ديك السيده كبيره السبعينات او او بدايه المهم نهايه الستينات ولا من أيوة عمرها، بدل ما صافي قلت أعطاها لها العهد. لا، قالت لي انا شوفي، قالت لي بلا ما تجي عندي، قلت لي انا راني عندي نصوت على الاستقلال بحال با. وتخيل معايا فوقاش باها كان يصوت على الاستقلال، وفوقاش هي بدات مثلا هذه نموذج، فوقاش هي بدات هي لا تهمها فاطمه الزهراء مثلا في ديك اللحظه لانها لا تعرفوني، ولكن هي شافت الرمز صافي. ولكن في نفس الوقت هناك واحد مجموعة ديال الناس غير كنعطيهم الورقة ديال مثلا، أو غير كيشوفوا لافت أو أي شيء من هذا القبيل، كيقول لك آه انتبه معاكم فلان أنا غادي نصوت بشكل مباشر، كيقول لك انتبه معاكم فلان. وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص، لأنه شوف من رأى ليس كمن سمع، ملي كنكونوا في التانا كنعرفوا واحد الحوايج اخرين، ماشي بحال ملي كنكونوا كنشوفوا الجانب النظري فقط. كاين واحد الناس اخرين غير كتوقف كيقول لك شنو هو البرنامج ديالك. انا احيي هاد الناس بالمناسبة، هادوك الناس اللي كيسولوني ولكن على هم قلة البرنامج يمكن كنحييهم. ها قلة شوية قلة شوية هما قلة. القلة، فعلا هما كيفاش القلة. تقدروا تقنعوا الناس اللي ما كتصوت على الأفراد ولا باش يصوتوا للحزب ولا العكس فيس فيرسا؟ عندكم وسائل الإقناع بالنسبة لكم انتم كحزب استقلال؟ أنا مثلا أنا شخص باغي نصوت مثلا، قنعيني كيف غادي ديري تقنعيني؟ حزب الاستقلال اولا ما اسمحوا لي عفاك برضه. وكحناك ودي أستاذة فاطمة محنا لا مرحبا صوتي اصلا مدعدع هاد الايام ديال الحمل النضال المعتاد. أيه. قلت بانه حزب الاستقلال ما كيحتاجني لا انا ولا الحملة ولا أي شيء، حزب الاستقلالي حزب عريق غني عن أي تعريف، باش نكون واضحين مع بعضيات، غني بنسائه وبرجاله غني برجالاته، وطبعا واحد المشعل اللي كيتعطى من جيل لجيل. أنا دائما
احترموا الفاعل السياسي، الفاعل اللي كيكون فعلا مؤمن بمبادئه. وكنت ولا زلت احترم اصدقائي وصديقاتي ومعارفي داخل حزب الاستقلال، يعني باش نقطعوا اللبس في هذه النقطه هذه. لهذا ملي كنتكلم على انني ترشحت مع حزب الاستقلال، طبعا لانه انا مؤمنه ببرنامج الحزب، وانا ايضا مؤمنه بكفاءه الناس اللي موجودين معايا في اللائحه، ما يمكنليش نبخسهم ابدا، انما يمكن انا من هذا المنبر اشد على ايديهم بحراره، سواء السيد وكيل اللائحه التشريعيه السي حكيم، او سواء وكيل اللائحه الجامعيه او الجهه السي محمد ناصري. طبعا البرنامج اللي تم تسطيره واللي كله ممكن تنزيله، مثلا لما نتحدث عن تاهيل احياء ناقصه التجهيز راه ممكن انه يتنزل، لما نتحدث وانا درتها في واحد الفيديو انا شخصيا عن تاهيل الجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي، وتحدثت ايضا عن الشق الاكاديمي، فانا شخصيا اذا كنت داخل المجلس سيكون هذا هاجسي. لما اتحدث عن الشق الاكاديمي كنتكلم ملي كنبغي انا ندير في الشرق او في مدينة بركان بالخصوص مؤتمر او ندوة او ايام ثقافية او اي شيء من هذا القبيل، تكون وطنية او دولية، يكون عندي بدل على الاقل منتجعات في نديرها، ويكون عندي الدعم باش نديرها. ومنين بغي نجيب شي مزيان جدا تظاهرات في هذا مثلا الموضوع. المدينة؟ نعم أستاذة فاطمة الزهراء، واش أنتم كحزب كأشخاص واش ماشي مسؤولين على بعض الوضعية الحالية ما تكون جيدة ولا سيئة، على اعتبار أنكم موجودين مثلا في السير ديال المجلس الإقليمي على الأقل، ولو أنكم يعني موجودين كذلك في المحل ديال بركان، ولكن في الآخر في المجلس الجماعي، ولكن انتوما من نقدروا نحاسبكم حتى على الماضي، أليس كذلك؟ لا لا يمكن، هذا ما يمكنش، ما يمكن حتى حاجه تسري باثر رجعي. واش لأن انا مشكلة الان، أنكم انتوما لا يعني انتوما انا كتجيبوا نفس الحزب، الحزب لا هو اللي انا سير واخا سميتو اللي كيقولوا له لو كنت المجلس انا الإقليمي. واخا غادي نجاوبك على هذا الامر، ولكن كان من الممكن ان تطرح هذه النقطه لو كنت انا في مجلس سابق، كنت ساجيب صحيح بشكل صحيح، دقيق. ولكن لكونك تهضري باسم الحزب لما فقط تحدثت لأننا عن كنستخدم مؤسسة المجلس الإقليمي، أنا غادي سأتحدث بشكل واضح. ملي تحدثت على مؤسسة المجلس الإقليمي، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. مؤسسة المجلس الإقليمي ما كانش الناس كتعرفها قبل في بركان، باش نكون واضحين مع بعضياتنا، حتى لهذه الولاية السابقة. إذا ما يمكنناش نبقاو نتحدثوا فقط على انه نشوفوا الجانب الفارغ من الكأس. مؤسسه المجلس الاقليمي كانت بعدا بالمناسبه كانت تتواصل بشكل جيد، ماشي لانني الان كنترشح مع سي محمد اللي كان رئيس ديالها ابدا، وانما كانت المؤسسه تتواصل بشكل جيد جدا، ومع جمعيه المجتمع المدني، مع المواطنين والمواطنات، وكانت ابوابها دائما مفتوحه. اللي كنتحدث على المؤسسه طبعا اتحدث السابقة اللي كان الرئيس ديالها سي محمد الناصري، اللي هو الآن وكيل اللائحة، أيضا باقي الأعضاء اللي كان كلهم كل التقدير والاحترام، جيد، دونك هنايا كلهم حنا كانوا هضرنا على هذا بيشتغلوا الموضوع بشكل فقط جيد، يعني ما لأنك نبخسوش الأشياء. صحيح مؤسسة أنا المجلس معك، الإقليمي لأنك لأسف تحدثت ما عليها بالضبط. أي لأنك أنت تحدثتي على حزب استقلاله وكتهضري كما لو أنه لم يسير شيئا، لهذا أعطيت غير الإشارة، وإلا أنت قلتي أنه كان يسير بشكل جيد، من حقك لو كان معنا المسؤول يمكن نعطيه له أسئلة أخرى، لهذا غادي نجاوزوا طبعا هذه النقطة. شكرا، انا نهضر على واحد النقطه شق اخر، يعني غير باقتضاب باش نعطيك سؤال اللي هو اهم، لان الاخوان طرحوه مثلا غير باش ما نقولوش بلا ما نجاوب على الاسئله ديالهم، ولكن غير باقتضاب كاين اللي يقول لك صراحه السي عبد الله يهمنا ماذا يقع داخل الحزب، لان هناك اتهامات خاطئه بين اعضائه وتحياتي. انا كما قلت سابقا بما انك انت ليست مشاركه في هذه صناعه هذا الاشكال، انت يعني تقدري تقولي لنا واش الانطباع ديالك كمنخرطة ولا كمرشحة داخل الحزب ملي كيكونوا إشكالات اللي شوية كبيرة، واش كتفقدي شوية الثقة ولا كتقولي بأن الأمور عادية وأنت حرة تقولي شنو بغيتي؟ طبعا انا اتحفظ
مجموعة من الأسباب، على رأسها أنا موجودة ضمن اللائحة وأدافع عن فكرة، أدافع عن حزب. ثم أنا بعيدة كل البعد صحيح. عن أنه مثلا كاين شي مشكل. أنا بعيدة كل البعد، لكن حزبه أكثر، ما عرفش حيثيته ولا تهمني بالمناسبة. لكن حزب أنا واحد ولا أحترم مركب واحد، الجميع، إذا غرق غادي يغرق كامل، وإذا نجا غادي نجا تنجاو كاملين. أنا أحترم الجميع بشكل متوازي وأقدر الجميع. يعني لهذا قلت أنا أتحفظ، لأنه ما عنديش المعلومات الكافية باش نتحدث على هذا الموضوع، ولكن أنا الآن موجودة في لائحة أدافع عنها بالضبط، وأقدم للناس لهذا برنامجها. السؤال قلت لك يكون غير و مقتضب، الجواب يكون غير مقتضب، لان ما بغيتش انا ندخل في الاشكالات اللي انت لست طرفا منها. الناس طلبوا فقط غير الراي ديالك. سؤال اخر في نفس الموضوع باش نمشيو عند سؤال اهم. كل شيء مهمه، ولكن بالنسبه لنا احنا عندنا محاور اكثر اهميه. ما موقفها من شعار الحزب للمناصفه او الانصاف الان في الوقت الذي تعلو فيه اصوات تشتكي من الاقصاء وعدم الانصاف؟ يعني غير موقف ديالك باختصار، ما غاديش تعطينا الشطره، ولا لان كنت لستي ضمن الإشكال. بغي إلا نجاوبك بغيت صحيح نجاوب على بسرعة. هذا السؤال، إلا بغيت نجاوب على هذا السؤال، طارح السؤال يقول لنا شكون هو هذه الأصوات، شكون هي هذه الأصوات التي تشتكي؟ ولماذا تشتكي؟ ومنذ ماذا تشتكي؟ ومن سبينا ماذا نكون تشتكي؟ نعمقوا في الموضوع، ياك يعني توقف، إلا باش نجاوب على هذا هذا هو السؤال، الجواب أننا خصنا كيقول نعمقوا في لي الموضوع. مثلا هناك أصوات أيضا تدعم، هناك أصوات أيضا تحفز، هناك السلام أصوات عليكم. أي يعني هناك طيب أصوات تدفع إلى الأمام. ما يمكنش نجاوب على السؤال، لأنا لا أتوفر على معلومات كافية. وكنقول أصوات، هناك أصوات. طبعا الشعار اللي كي الشعار ديال الحزب اللي هو الإنصاف الآن، اللي يتبناه الحزب، واللي غادي يكون إن شاء الله طوال هذه الولايات. سأحاول أنا شخصيا إنصاف ما يمكن إنصافه من داخل المؤسسات التي سأكون منتخبة فيها. يعني إن شاء الله. طبعا أنا ما كنتحدثش على رأسي بشكل فردي، أنا أتحدث عن لائحة أتواجد ضمنها. واحد السؤال في غاية الأهمية، السي مراد العطرس دائما كيجي يعطينا أسئلة اللي حارقة. قال لك لقد مثل حزب الاستقلال مدينة أبركان طيلة سنوات عنجاف، حسب ما يقول السي مراد العطرس، على مستوى الجماعة أو المجلس، يعني هضر على الفترة ديال السي عواد أو السي شطو، على مستوى الجماعة أو المجلسين البرلماني أو الاستشاري. ما الدافع لانتخابكم الآن؟ هل فقط لتكرير نفس التجربة؟ هذا سؤال شوية يعني نقول احنا يا وش حريق، ولكن أنت غادي لنفرض تجاوبيه. جدلا لنفرض نعم جدلا لنفرض صحيح، جدلا انها فكرا، انها فعلا كانت هذه التسيير لسنوات عجاف. لنفرض جدلا، واش نديرو؟ نبقاو برا كروازي ومريح نتفرجوا؟ وهذا هو اللي بغى الجواب. يعني انتم وشنو البديل، لا. وشنو الجديد، واش وشنو الكلمة الحل؟ الجديدة؟ واش الحل؟ لا طبعا. شوف، دائما الطبيعة البشرية، اش كنديروا حنا من التجارب السابقه؟ ناخذ من الجانب الايجابي ولا نكرر الجانب السلبي. نقدروا هذه نكونوا الفطره عمليين في هذا البشريه الجواب؟ اللي فينا. اللي ما كيديرش، لا نكونوا عمليين طبعا، اللي ما أعطينا كيديرش هذا نماذج؟ الشيء راه ماشي انسان سوي. لا، انا أعطينا كنجاوب نماذج على السؤال. نماذج النماذج ديالهاش ديال هكا، يعني ديال انكم تصححوا الاخطاء ولا تستبدلوا من الماضي، النماذج مثلا، طبعا وشنو انا فقدتم في كنجاوب. المشاكل اللي صرات اللي ما مثلا. كيديرش اللي ما كيديرش اللي ما كيديرش هذا الشيء اللي تحدثت عليه، ديال انه يتعلم من التجارب السابقه ديالو، ياخذ منها الجانب الايجابي ويخلي الجانب السلبي، فخصو يدير اعاده النظر. ولكن باش نقولوا اللي ما نكرروش نفس التجربه، معناها نبقاو برا كروازي. فهنايا انا شخصيا لا يمكنني ذلك، واي فاعل سياسي لا يمكنه فعل ذلك. ملي كنقولوا ما تكررش التجربه، معناه انه فعلا نخدمه. اذا كنا داخل المجلس، كنا في التسيير، راه غادي نخدمه وفق هذاك البرنامج المسطر، واللي النقط اللي موجوده فيه نقط ممكنه التنزيل. راه ما كاينش شي حاجه اللي خياليه ولا ما يمكنش التنزال ولا شي حاجه اللي مراد العتروس كان نعطي له السؤال ديالو، نغو فورمي له السؤال ديالو، كيقول لك مثلا عندنا مجموعه ديال النماذج ديال رؤساء الجماعه بركان وبرلمانيين، مثلا كديروا نقد نعم. ذاتي
يقول لك عندنا انا ما ديش ديال حزب استقلال وباغابو، هو سماها سنوات عجاب، انت تسميها حاجه اخرى من حقك، ولكن حتى لو كانت سنوات جيده واش انتم ما كديروش نقد ذاتي في حزب الاستقلال، وبالتالي تستافدوا من اخطاء الماضي وتصححوا. ما بغيناش العموميات، تقدروا تعطونا مثلا نموذج واحد فقط مثلا للاستئناس، تقولوا لنا فعلا مثلا في العهد ديال سي شطو راهو قالنا غلط وغلط الفلاني وكذا، وهذه المره غادي ان شاء الله نصلحوه وما غاديش نديروا بحال المره في العهد ديال سي عواد وبعدين هاد ديال الامر الكاوي السي عبد الله يا برلماني. هاد نعم هاد الامر السي عبد الله شنو المفروض يكون؟ السي مراد الذي طرح السؤال، شكرا على هذا الطرح، يقول لنا مثلا وقع كذا، واش ممكن انه ما يتعادش؟ ماشي ممكن انه ما يتعادش، كيفاش ممكن انه يتصلح؟ اما هاد بان هو العموميات بان هي اللي يمكن موضوع نقاش فيها، بلاصتو، انت تعطينا نموذج لانكم كديروا نقد ذاتي او لا؟ ملي تحدثت على البرنامج وتحدثت على انه كاين نقاط ممكنه وعلى المدينه، ولكن الشخص ما يمكنليش نقول بانه اللي كانوا قبل لا سواء من حزب الاستقلال او من احزاب اخرى لم يساهموا في تاهيل المدينه او في تاهيل الاحياء الناقصه، في تجهيز الاحياء الناقصه للتجهيز. احنا ما كنبخصوش الناس، ما كنبخصوش المجهودات ديال الناس. لهذا ملي كيتطرح سؤال هكذا في واحد المجموعه ديال العموميات اللي انا مثلا ما كنتوفرش على الاحصائيات الدقيقه ديالها، ما يمكنليش نجاوب عليها. انا ما عنديش احصائيات وما عنديش ارقام وما عنديش برامج سابقه باش نقول، ما عنديش برامج سابقه باش نقول هذا ما تم تنزيله. ما كتحدث البرنامج ديال الجماعه ماشي غير ديال الحزب، هذا ما تم تنزيله وهذا ما لم يتم تنزيله. والاستاذ الطاهر الذي يسال، انا من حزب الاستقلال، نعم انا ترشح ضمن لائحه حزب الاستقلال بجامعه بريطان، طبعا انا وصفه وكيله اللائحه اللي هي الاستاذه منى شحي. يبدو أن السؤال ديال الإشكال ما بين حزب الاستقلال يعني لا يزال. سي توفيق أو حتى هو سي توفيق الزيماني أعطانا سؤال نفسه، قال لك لماذا هنالك جدال بين مناضلين حزب الاستقلال فيما بينهم، هل هي تصفية حسابات قديمة أم ماذا؟ يعني بجملة واحدة إلا تقدري باش نتجاوزوا هذه النقطة. انا اتحفظ، شكرا. انا ما عندي جواب، انا ما اعرفه الان انني امثل حزب الاستقلال في جامعة بركان. يعني انا الان نتحدث على البرنامج ديال الحزب، نتحدث على الاخوه والاخوات اللي موجودين معايا في اللائحه، نتحدث على الحمله الانتخابيه، نتحدث على التواصل مع المواطنين والمواطنات، نتحدث على التنزيل ديال البرنامج ممكن. اما امور انا لا علم لي بها واجهلها ولا تهمني في المرحله بشكل دقيق، وكما قلت انا احترم الجميع، ما يمكنليش انني ندخل في بعض الامور اللي ربما تفتح لي، ما غاديش تفتح لي شي باب لاني لا اجهلها. يعني لهذا وكان قلت انا جوابك اتحفظ. مناسب بالنسبة لك. ننتقل للمحور الأخير اللي هو فعلا شوية حارق، نعتذر على شوية هذه الجرأة أستاذة فاطمة الزهراء، وأنت لها تفضل. لأنك أنت لست أي مرشحة. بالنسبة لك أنت كيف كتصوري الدخول ديالك داخل العمل ديال تسيير المجلس؟ يعني ضروري أنت إنسانة قانون وكتعرفي كيفاش الامور تمشي، ولكن في التسيير كاين القانون وكاين حتى الوقائع والعرف، وكاين ظروف اللي شويه اقوى، مثلا ضغوط ديال اللوبيات ديال المصالح ديال اشكالات ديال الضغوط ديال الشعب، مثلا كاين مظاهرات. واش انت تميلي انك تقدري تقاومي ضغوط ديال اللوبيات ولا ديال المصالح اللي كتكون مناقضه للتفكير ديالك انت كشخص، واللي مناقضه للحزب ديالك؟ نقول لك هذا السؤال باش نديروا واحد سؤال لاحق نفس الموضوع، نهايه الصياغه الا بغيتي. واش لا صديقي، واضح مقابل الأمر. واضح الامر؟ أنا أولا كمبدأ كان نمشي به في حياتي، أنا لا أتوقع ما هو سيء دائما. كلما كنخوض شي تجربة كنشوف الجانب المملوء من الكأس والجانب الإيجابي فيها، لأنه إلا مشينا بواحد العين سلبية فبعد حتى فرص النجاح ولا كذا كتكون ضعيفة. الصوت واضح. تفضلي استمري، كان أما دقائق أنا بسيطة منك. إذا أنا سأكون في المجلس، سأكون
رفقة لائحة تضم خيرة أبناء هذه المدينة. راه ما غاديش نكون بوحدي، راه اللائحة ديال حزب الاستقلال مثلا فيها واحد المجموعة ديال الخوت اللي فعلا كفاءة، واللي فعلا الواحد إلا دارهم في جنبه راه ما يخافش. مش كون واضحين مع بعضياتنا، لهذا أنا ما رانيش داخلة المجلس بوحدي غادي بحال سميتهم غادي نلقى دي لوبي. أنا أولا لا أتوقع هذا، لأن نحن في دولة مؤسسات، وأنا سأكون داخل مؤسسة خاصة أنها مؤسسة منتخبة وتمثل وهي اللي كتشكلنا أو كتنزلنا الديمقراطية التمثيلية اللي هي اختيار ديال المواطنين والمواطنات. إلا قلنا عليها راه فيها دي لوبي، يعني واش راح نديروا بالمواطنين؟ راح نلعبوا بهم؟ لكن راهم بقول لك بان كراكيز. فيها اللوبي ولا لا، استاذ اسمعني، دابا هي كتير المصالح ديال المجتمع، والمجتمع فيه دي لوبي، فيه مجموعه ضغط. راه كاين المجتمع اللي يعني الطبقه العاديه، وكاين طبقه راس المال، وكاين هذه طبيعي. انت يا ملي كتسيري وكاين المصالح ديال المنتخبين معينه، وكاين في المنتخبين وحدين غادي وكاين يضطروا. اسمحي لي نشرح لك هذه النقطه، يمكن ما وصلتك مزيان. تفضل. انا يا ملي غادي نسير المجلس الجماعي، هذاك القرارات ديالي مجموعه ديال نقولوا حنا واحد الطبقه معينه غادي تحس براسها مهضومه، وطبقه غادي تقول لك لا مزيان. يعني هنا مصالح تضاربيه غادي ينتج عندها واحد مجموعه ضغط. هذو هما اللوبي اللي كنهضر عليهم. انت يا فيزافي في هذا الشيء كيفاش غادي تسيري؟ لا اعتبرتي ان مجموعه الضغط مثلا الناس غادي تتظاهر ضد قرارات ديالك ولا ضد قرارات المجلس، انت كتامني بالله هذاك الشيء الصواب واش ترضخي، ولا العكس كتامني بالله القرار ديال المجلس ماشي هو هذاك؟ انت فاطمة الزهراء، لأن أنا ملي غادي نصوت نصوت عليك كفاطمة الزهراء، واش ترضخي؟ واش تديري داك اللي تأمني به؟ لأن شخصيتك مهمة بالنسبة لنا. دائم الإشكالية. تفضلي. يعني كشخص ولا تتحدث عن لائحة حزب الاستقلال، ما عيدي عيدي دابا خطفتني الصوت مليح، بالاسم. عيدي الا بغيتي تعيدي كاع. دابا الصوت مليح، نعم دابا اللي الصوت مليح داكو. تقدري تعاودي. لما تحدثت عن مشات. تفضلي. الصوت مسموع، رائع كاع. تفضلي. أولا زهرة أنا لا أقنع ولا اشتاف الصوت من جديد، اشتاف الصوت من جديد. تفضلي عاوتاني هضري دابا، لان كيجي وكيمشي، كيجي وكيمشي بشكل مؤلم. ما بقيتش عارفة واش اللي تسمع واش اللي ما تسمعش. ما تسمع والو، غير قلتي لي مزيان واحد الشيء مشى الصوت كامل. دابا راني داكو. سمعتك مليح. انت ملي تحدثت على هاد لي لوبي ولا مجموعة الضغط اللي كما سميتهم، واخا انا اتحفظ عن هذه المصطلحات الفضفاضة، اتحفظ عنها، لانه حنايا لسنا في حرب عصابات، نحن في مؤسسة، وهذيك المؤسسة راها كتمشي وفق القانون طبعا ديال البلاد، وأيضا عندها قانون داخلي يسيرها، وهذوك المنتخبين أيضا ينظمهم القانون. راه كاين القوانين التنظيمية ديال الجماعة الترابية اللي كتأطر وكتنظم، راه مكاينش العشوائية. وبما أنك تحدثت عني كشخص ولم تتحدث لم تسألني بصيغتي الحزب أو اللائحة، فأنا شخصيا لا أركع ولا أخنع ولا أخضع، لا لقوة ضغط ولا للوبي ولا لغيره. ملي عقلت على راسي، راسي مرفوع، ما كنديرو شي حاجة اللي تنزلنا الراس، ما كنخافو، لا ننهاب ولا نسرق ولا نؤذي أحدا. فبالتالي إذا كنت أنا في المجلس سأستمر بنفس الشخصية وبنفس السيرورة، ما غاديش تتخلق مني داخل المجلس أو داخل البرلمان مستقبلا، أو لما لا مستقبلا حتى داخل الوزارة شخصيات أخرى. سأستمر لأنه أنا طموحة جدا، وطموحي لا يتوقف عند الجماعة، باش
تكون واضحين مع بعضياتنا. هي الله يكون في العون بداية تماما إن جدا. شاء الله لمشوار طويل سطرته بداية بتسطير مساري الأكاديمي والمهني، والآن أنا أحاول تسطير المسار السياسي ديالي، ولن أتوقف عند الجامعة. يعني باش يعني الطموح ديالي، لهذا أنا سأحاول أن أكون هذيك المنتخبة اللي تبقى عند كلمتها وتحافظ على ماء وجهها وعلى هذيك الحصة. أنا سأدافع عنها الصوت عاود مشى، الصوت عاود. قلت أنا تفضلي، في انتظار أن يعود الصوت جيدا كما كان. بالمناسبة لك تسمعيني، في انتظار أنك تعودي، بغيت نوضح هذه النقطة اللي أنا قلتها جوج مرات يمكن ما توضحتش. ملي كنتحدثوا على جماعات الضغط ولا هذا في المجتمع، ما كنهضرش أنا على المجلس ولا اي مؤسسه، وكان نهضر على العشوائيه فيها ولا ما كنهضروش على هذا الشيء. يمكن ما وصلتش الفكره ديالي واضحه. انا كنحترم كل المؤسسات وكنعرف بلي القانون هو السائد، ولكن المجتمع بذاته علم الاجتماع معروف انه مكون من مجموعات نقابات، مجموعات ثم كيسمى بجماعات الضغط، وهي داخل القانون. انما ما غاديش دير عصيان ولا دير واحد الاشكالات ديال الاحتجاجات ولا، وهذه مساله في غايه الطبيعيه. دونك يعني غير بغيت نوضح هذه النقطة، حيت قلتها جوج مرات يمكن ما فهمتنيش فيها الأستاذة فاطمة، واعتبرتها أننا كنعتبروا أن داخل المجلس فيه شي حاجة، شي ما كنقولوش. أنا نعرف بأن احنا دولة حق وقانون، ولكن ملي نهضروا على المجتمع ولا تسيير المجتمع، المجتمع خصنا نعرفوا الهيكلة ديالو كي دايرة. المجتمع ما فيهش أفراد فقط، فيه تجمعات وظيفية. بالأسئلة ديالكم مهمة، ولكن الأستاذة يمكن مشى لها الآخر الخط، في انتظار أنها تعود، ورحنا وصلنا ساعة نديرو غير بعض الدقائق وننهيو. في انتظار أنها تعود نقرأ التعليقات ديالكم اللي في غاية الأهمية. نشكركم واحد واحد على هذه التعليقات اللي مفرحة للغاية. في نابل بروكسل قالنا في البداية، أظن أن حزب الاستقلال هو أكثر حزب أخذ رئاسة المجلس أو مقاعد البرلمان بالبرلمان بالإقليم، ولكن حصيلته دائما حسب قوله ما كانت ضعيفة ومخيبة للأمل حسب رأيي الخاص. اللي ترجع إن شاء الله الأستاذة نطرح عليها السؤال. قالنا تحياتي لك سي عبد الله وعلى ثقافتك العالية. شكرا لك سي نبيل، هذا من ذوقك كما كيقولوا، من ذوقك يقولوا المصريين العالية السياسية التي يفتقدها الكثير من المرشحين الذين نراهم في الساحة الانتخابية. أنا شخصيا ماشي مرشح، وبيني وبين السياسة غير خير الإحسان. شكرا لك سي نبيل. سي مراد عاود ثاني التعليق ديالو في غاية الأهمية، كان من الأحسن لو كانت هنا الأستاذة تستمعوا إن شاء الله ترجع. قال نشكر لك جرأتك في التواصل، أرجو أن تتفهمي بأن هدف الأسئلة ليست استفزازية بقدر ما هي استفسارية. وقال بأن هل برأيك أنه باستطاعتكم فك العزلة عن المدينة على المستوى الثقافي والاجتماعي؟ سؤال جيد للغاية. الأستاذة رجعت، إن شاء الله غادي نضيفوها تسليم. فوالا، مرحبا بعودتك نيرة. شكرا. كنت نقرأ بعض الأسئلة، يمكن هذه فرصة حيت وصلنا الساعة تقريبا ساعة وثلاثة دقائق. بغيت تجاوبين على غير بعض الإشكالات ديال الإخوان. سينا بالبريكسل عاود تطرح سؤال، أظن أن حزب الاستقلال هو أكثر حزب أخذ رئاسة المجلس أو مقعد البرلمان بإقليم يعني عبر كان، ولكن حصيلته حسب ما يقول سينابيل دائما ما كانت ضعيفة ومخيبة للأمل حسب رأيي الخاص. نقدر نقرأ لك الأسئلة كلها وفي الأخير تجاوبي أستاذة؟ ليه تفضل. داكور. سي مراد عاود ثاني أعطاك واحد التوضيح، قال لك نشكر لك جرأتك في التواصل، وأرجو أن تتفهمي بأن هدف الأسئلة ليست استفزازية بقدر ما هي استفسارية. هل برأيكم أنه باستطاعتكم فك العزلة عن المدينة على المستوى الثقافي والاجتماعي؟ سي الطهيري أو هذه المداخلة، أتمنى أن من المترشحين أن يتميزوا بالجرأة والاستقلالية في الرأي، ولا يصبحوا ناطقين رسميين، وأن يتخلصوا من لغة الخشب. وهذا الرجاء يخص جميع مترشحي الأحزاب المغربية، ولا أقصد فردا معين، يعني كيعطي
واحد الامل ولا رجاء للجميع. انت كنتي خرجتي وانا بغيت ندير توضيح قبل ما نعطيك فرصه تجاوبي على هذه الاسئله ديال الاخوان. بالنسبه يمكن فهمتي بجماعه الضغط كما لو ان المجلس في حد ذاته راه فيه فوضى وهذا الشيء ما فهمتي. يمكن جماعه الضغط اللي نقصدها هي المجتمع باش مكون، مجتمع ماشي مجرد افراد ولكن فيه نقابات، فيه مصالح مشتركه ديال في الباترونات إعلام فيه. وبلا الاعلام. هذو هما جماعات الضغط اللي تقدر توجه المجلس كمستشارين ولا كرئيس. وهذا هو السؤال اللي كان طرحته بغيت نشرحه لكل والمواطنين. دونك عندك هذه الاسئله باختصار او ماشي مشكله، عندك الوقت ديالك باقي لنا 5 دقائق ان شاء الله نزيدو. داكوغ. بالنسبة لأنه وقيل مرة سهوا أو أنا سمعت هكذا أن روبيات الضغط داخل المجلس، ربما أنا هكذا فهمتها أو سمعتها أو مرت سهوا، لهذا جاوبت عليها داخل المجلس. أما بالنسبة طبعا لما تحدثت عن النقابات أو عن وسائل الإعلام أو غيرها أو حتى عن الحركة الاحتجاجية، راه في جميع أيوة. الاحوال كتكتب لي وسائل ديال الضغط، انا ذاك ما كتبقاش فاطمه زهراء بوحدها او فلان او فلان، انما نتحدث هنا عن مجلس باغلبيته ومعارضته، نتحدث عن مؤسسات كامله لان هذه اللي كانت موجهه للمؤسسه، لانه لا اعتقد بان هذا الضغط يكون موجه لشخص الا اذا كان هذا الشخص بين قوسين مستهدفا، ولا أعتقد أنه في ظل دولة المؤسسات أن نستهدف منتخب. يعني أنا أؤمن بهذه الأفكار وأتمنى جاهدة أن لا أصطدم بعكسها في الواقع. أستاذ مراد، شكرا جزيلا على كلماتك الراقية وأسلوبك النقي والذي يعبر عن مستوى يعني جيد جدا، وهذا ما نريد ونطمح. أبدا أنا لا أفهمها بأنها استفزازية، وإنما فقط أحيانا بعض الأمور التي لا يمكننا الرد عليها واللي بعيد عليا واللي ما يمكنش نكون متوفرة على الجواب عليها. الصوت واضح؟ لا رائع، تفضلي. لكم يعني لهذا أنا ياما ما يمكن ليش أنه نهضر فقط باش نهضر. أنا الآن ما كنتحدثش باسم فاطمة زهرة جبوري، وإنما كمنتخبة وكممثلة لحزب الاستقلال، وممكن جدا كمتحدثة الآن ملي كتبت معك مرشحات حزب الاستقلال في الميزان. يعني أنا ماشي ما قلتش راه الدردشة مع فاطمة زهرة جبوري، إنما دردشة مع مرشحة وتمثل حزب سياسي وحتى رمزه، يعني رمزه الميزان. انا كان السؤال موجه ليا فقط كفاطمة زهرة، ديك الساعات ممكن نبدي الراي او ممكن نبحث على الحيثيات ونجاوب، اما الان لا يمكنني بعض الامور، لان ما يمكنش نخوض الجواب ديالي يفهموا بانه مستفز السؤال او غيره من هذا القبيل، فتحفظت عن ردي عنه. الشق الثاني الشق من سؤالك الثاني من مراد، السؤال اللي هو مهم جدا، ولا رجعتوا الفيديو اللي درت انايا الحمله غادي تشوفوا فيه، انا تحدثت بشكل كبير جدا عن الجانب الثقافي، وانا قلتها قبيله قبل ما يطرح باقي الاستاذ السؤال، عن الجانب الرياضي والشبابي والثقافي والاكاديمي. علاش؟ لانه انا كنعتبر راسي واحد الانسان اللي من جيل اللي محتاجين انه يكون الجانب الثقافي ديال المدينة قوي، والجانب الأكاديمي أيضا تحت هذه المدينة ديالنا لواحد التظاهرات اللي تكون أكاديمية، وتحتضن واحد التظاهرات الثقافية، وأنه نرفعوا المستوى الثقافي ديال المدينة، وترجع مدينة أبركان لأوجها، لأن أبركان لم تكن أبدا يوما مدينة كامنة خامدة، بل دائما كانت مدينة الريادة. أنا أحمل على عاتقي هم كما سماها الأخ مراد فك العزلة عن المجال الثقافي والاجتماعي، وأنا كنضيف عليها دائما الأكاديمي باعتباري أنني باحثة، ووقفت على هذه المسألة ديال أنه إلا بغيت المدينة ديالي تحصل غير ندوة ما عنديش فضاءات اللي غادي نديرهم فيها. يعني أنا هذا هم
أحمله على عاتقي إن كنت مستقبلا إن شاء الله تيسرت الأمور داخل جامعة بركان، والأيام إن شاء الله بيننا. سؤال مكمل لهذه النقطة على هذا المعتقد ديال السي نبيل، قال لك أظن أن حزب الاستقلال هو أكثر حزب أخذ رئاسة المجلس ومقاعد البرلمان، ولكن حصيلته دائما ضعيفة مخيبة للآمال حسب رأيي الخاص، حسب رأي السي نبيل. يعني كي قلتي بأن ما عندناش دور الثقافة بشكل، مثلا عندنا دار ثقافة مجمدة، عندنا إلا بغينا نديروا ندوة ما نلقاوش. السي نبيل يقول لك راه حزب الاستقلال تبارك الله راه عمره طويلا في السلطة، في السلطة المحلية يعني في المنتخبين، ايوا يعني نزيدوا معانا ان عندنا شاء الله خلفية. الرحمن الرحيم هذه الولايه، ونتلاقاو بعد 5 سنوات وانا ذاك نناقش نناقش إن شاء الله ونتحاسب او بعد 6 سنوات ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونفرح بالنتيجة إن شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم جميعا، هذا هو الهدف آخر ديالنا، احنا كندخلوا آخر دائما كلمة بنية حسنة إن شاء الله، آخر كلمة وبإرادة إذا بغيتي صلبة، نعم وبإرادة صلبة. بيان سير. المرأة الحديدية الأستاذة فاطمة الله جبوري، يحفظك إذا بغيتي حبيبي. شي كلمة ولا رسالة للمنتخبين، ولا أنت حرة تقولي شنو طبعا بغيتي. هذه رسالة للمنتخبين والمواطنين والمواطنات. أولا شكرا للمواطن لا مزيان حتى المنتخبين، المنتخبين مرحبا. وبعد كان بعد أتمنى الحظ الوافر للجميع. طبعا أتمنى الحظ الأوفر لحزب الاستقلال. أدعو المواطنين والمواطنات طبعا بما أنه نحن في الأيام الخاصة بالحملة الانتخابية والدعاية، فهي فرصة أن أدعو جميع المواطنين والمواطنات للتصويت على لائحة حزب الاستقلال واللي الرمز ديالها الميزان، طبعا لأنها تضم مجموعة من الشباب والشابات، مجموعة ديال الكفاءات، ولأنها تشتغل على برنامج مهم ويمكن تنزيله على أرض الواقع. يعني ما فيش شي حاجة اللي مثالية خيالية أو وطبيعية. صعبة طبعا. ونحن أبناء بررة لهذه المدينة، يعني فين ما مشينا راه غادي نرجعوا حتى لهذه المدينة، وهدفنا هو خدمتها وخدمة الصالح العام. يعني لا نريد من هذه المشاركة السياسية لا استغناء ولا مصالحا خاصة ولا غيرها، إنما هو خدمة الصالح العام والمشاركة في التدبير والتسيير من داخل المؤسسات. لأنه يعني أنا مثلا عندي واحد التجربة مع جمعية المجتمع المدني، تمخض عنها أنه بالضرورة يجب علي أن أشارك في التدبير ديال الشأن المحلي. كيفاش كي غادي نديرها؟ غادي نديرها فقط من خلال المشاركة في العملية الانتخابية أنه ترشح. فبالتالي أدعو جميع المواطنين والمواطنات للتصويت على حزب الاستقلال، أنهم يوضعوا الثقة في الحزب ولن نخيب آمالهم أبدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بي، بداية الإخوة والأخوات في حزب الاستقلال، الأصدقاء والأهل ديالي ومن يدعمونني بدون الدعم ديالهم الكامل ولا مشروط، وأيضا المواطنين والمواطنات اللي كيتواصلوا معايا وكي كيتفاهموا وكيناقشوا واللي كيبداو الرأي ديالهم. والشكر موصول طبعا لك سي عبد الله على هذه الفرصة، أنه تفتحت لنا هذه الفرصة للنقاش، موصول للإخوة أيضا اللي كانوا كيتفاعلوا، ايضا الاخوه والاخوات اللي كيتابعوا اللايف او اللي غادي يشوفوه لانه غادي يبقى موجود في الصفحه ديالي. طبعا انا هذه موجوده الفكرة اللي دائما. نديروها، هذه الفكرة اللي كنديروها ديال الدردشات بالنسبة للمنتخبين خصوصا الشباب، اللي هي في ضمن إطار منظمة أكاديمية التراث، وشنو كتقدري تعلقي عليها؟ واش عندها جدوى وفائدة؟ شوفي الرأي ديالك أنت. طبعا طبعا اي شوف اي حاجه، الان نحن في خضم عمليه انتخابيه، اي حاجه ممكن تنور الراي العام مزيانه، لانه في الوقت اللي انا راه ممكن كنخرج وكنتلاقى مع الناس وهذا في الزنقه، راه موجودين الناس وحدين اخرين واخا ما خرجوش وما تلاقيتش معاهم ودخلت عندهم البيوت ديالهم. وايضا باش توضح لنا الرؤيه وباش نعرفوا بان هذه المدينه، انا لا اتحدث عن نفسي فقط، انا كنحترم الاخت فدوى بلوتو وفاء واقدرها، احترم ايضا الاخت سمعان، انا تلاقيت بها قبيله وقالت لي بانها ايضا ستشارك معك، وبالمناسبه تلاقيت انا وياها، هي لابسه جيلي ديال الحزب اللي كتمثله وانا ايضا لابسه جيلي،
وأخذنا صورة تذكارية هذا لأنه مدى اسمها، التسامح ديال لا اسمها الشباب. صديقة عزيزة، ما يجمعنا هو كثير جدا. أحترم أنت يعني، طبعا نحن نختلف في الأحزاب لا يعني السياسية، ولكن نجتمع على فكرة واحدة هي خدمة الصالح العام، وهي الحب ديالنا لهذه المدينة لا مشروط. وبالتالي يعني هاد الأخوات اللي كتجيبهم مثلا في البرنامج، والإخوان هما بحال قلت هما أبناء هذه المدينة، واللي في جميع الأحوال اللي لما خرجوش هما عند النصر غادي يدخلوا عندهم من خلال البرنامج ديالك. وجدد الشكر ليك والإخوان والأخوات اللي راهم بقاو متابعينا حتى لهذه الساعة، وأتمنى أنه لما لا نتلاقاو إن شاء الله قبل نهاية الحملة الانتخابية. وأخيرا أدعو الجميع للتصويت على حزبي، بما أننا كندير داخل الأجل ديال الحملة، للتصويت على حزبي الاستقلال مرحبا بك. وأنا إيش موطن كان بغينا الثقة. نسالي، وشكرا. ولكن سي عبد الله حاجي عاد دابا زاد لنا واحد السؤال، واش ممكن تجاوب عليه باقتضاب قبل الختم؟ قالنا هل تفكرون على العمل على أرض بركان بخط السكة الحديدية على غير باقي الأقاليم من جهة شرقية؟ باقتضاب هذه الإجابة أتمنى ومستمع ذلك. طبعا. هذا راه كاين، هذا كاين في المشروع ديال الجهة، يعني راه موجود الآن، نتمنى أن يتم تنزيله في القريب العاجل. وهذا أظن بأنه هاجس ديال الجميع، ولما لا إذا كانت الإمكانية أنه يتنزل خلال الولاية اللي غادي نكونوا فيها احنا وتحسب لنا، فسأكون سعيدة جدا. إن شاء الله على هذه الكلمة الجميلة، سعيدة جدا، إن شاء الله يكونوا كلنا سعداء إن شاء الله بكم إن شاء وبالأحزاب الله، الأخرى وبالشباب إن شاء إن الله، شاء الله، باسم منظمة أكاديمية التراث، باسم كل منسقيها وأعضائها، وباسم الحضور ديالنا المتدخلين. أشكر الأستاذة الباحثة الفاضلة البركانية أو الأبركانية فاطمة جبوري. فاطمة جبوري هي كما قدمت نفسها وكما هي معروفة في مدينة بركان، فاعلة يعني ونشيطة جمعويا وسياسيا اليوم. إلى أمان إن شاء الله ندير واحد اللقاء أو ثاني آخر نجمع فيه مجموعة ديال النشطاء في خطرة. أستودعكم الله، ليلتكم سعيدة، أديوس، إلى اللقاء. شكرا شكرا، جزيلا، شكرا جزيلا، تحياتي. تحية لك، شكرا.